أصبحت فيه الخيانة وجهة نظر، وأصبح التطاول على الأوطان أمر طبيعي، وأصبح التصافح مع العدو بل والارتماء في أحضانه هي من أبجديات الليبرالية الجديدة. أنك تتحدث معه وأنك تدلي بمعلومات وأنك تقول ما تريد، وفي النهاية أنت باحث أو أنت ذهبت إلى. خرج المدعو سعد الدين إبراهيم من مصر إلى الكيان الصهيوني ليحاضر في مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا في جامعة تل أبيب بإسرائيل. الكلام ده حصل الثلاث اللي فات. الندوة كانت بعنوان الاضطرابات السياسية في مصر. شوفوا الخيانة، الاضطرابات السياسية في مصر، إعادة النظر في التاريخ. يعني سعادته بيقدم ندوة بعنوان اضطرابات سياسية في مصر، وطبعا تكلم فيها خلال قرن الماضي، بمعنى أن مصر لم يكن فيها استقرار، مصر لم يكن فيها أمان، مصر بلد معرض للاضطرابات، مصر بلد معرض للمشاكل والأزمات. هكذا كان يقول سعد الدين إبراهيم. سعد الدين إبراهيم لما راح الكيان الصهيوني راح عشان يناقش أمور داخلية مصرية داخل جامعة تابعة للمحتل، المحتل الصهيوني العدو الأول لمصر وللعرب، بيحاضر داخل إسرائيل بيتحدث عن دروس من الاضطرابات السياسية في مصر على مدى قرن مع أخوه الصهيوني شيمون شمير. سعد الدين إبراهيم لم يكن الوحيد اللي حاضر بجامعة صهيونية، لكن كمان كان معاه الولد اللي اسمه مايك النبيل لو تفتكروه، مؤسس حركة لا للتجنيد الإجباري. راح هو أيضا بزيارة إلى الكيان الصهيوني وتم تكريمه من الجامعة العبرية. طيب هل هذا جديد على سعد الدين إبراهيم؟ أنا أتذكر أنا دخلت في أزمة مع سعد الدين إبراهيم من سنة 94 عندما عمل مؤتمر عن الأقليات في قبرص، وأنا كنت أيام رئيس تحرير الأحرار، وجبنا الملف ده وقلنا أن هذا الرجل بأفعاله وأعماله هو مشروع خائن على أرض هذا الوطن، ويا دولة يا مصرية خدي بالك من هذا الموضوع، هذا رجل يهدد الأمن القومي المصري ويرتمي في أحضان كل المتآمرين على مصر. الرجل ده خد حوالي 2 مليون دولار من المعونة الأمريكية المقدمة لمصر بمقتضى اتفاقية كامب ديفيد. يعني اقتطعوا من المعونة الاقتصادية الأمريكية 2 مليون دولار وقالوا خد يا سعد الدين إبراهيم لمركز ابن خلدون. وفاكرين لما مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة الأسبق لما جات وكانت رئيسة المعهد الديمقراطي الأمريكي وراحت زارت مركز ابن خلدون وقعدت هناك مع سعد الدين إبراهيم والمجموعة كلها يتحدثوا عن الثقافة الجديدة التي يجب أن يعيها المصريون واللي مفترض تدعو إلى السلام مع الكيان الصهيوني وتدعو إلى التصالح مع قيم الغرب اللي هي غريبة عنينا والتصادم مع قيمنا الأساسية. وفي إحدى المرات، والحقيقة أنا كنت مقدم البلاغ الذي سجن بمقتضاه سعد الدين إبراهيم في وقت سابق، سعد الدين إبراهيم يا جماعة خرج على العلن منذ سنوات ما قبل 2010 ليقول أنه يتلقى تمويل من طوب الأرض ومنهم جامعة حيفا الإسرائيلية. هكذا قال بكل يعني وقاحة وبكل خروج عن المألوف. واحد بيقول لك أنا بتلقى تمويل من جامعة حيفا الإسرائيلية، طب يا عم الحاج جامعة حيفا الإسرائيلية بتاعت مين؟ الموساد الإسرائيلي يضع يده على كل مؤسسات الدولة الصهيونية وإحنا عارفين هذا الكلام. طيب هل حد حاسبه؟ هل حد قال له تعالى أنت خدت التمويل من دولة ما زالت تعادينا، ومن دولة تعادي الأمة العربية، ومن دولة تغتصب حقوقنا في فلسطين وفي جولان وغيرها، لماذا؟ هل حد حاسب هذا الرجل؟ لا بلاش، راح عند الشيخ خموزة وهو باعترافه خد 10 مليون دولار وعمل حاجة لتنمية الديمقراطية في العالم العربي. طبعا نصبة جديدة، لكن كان الأخطر إن الفلوس دي مطلوب تبقى تمهد اللي احنا شفناه بعد كده في 25 يناير وما تلاها، 25 يناير وبالذات من يوم 28 يناير. هو ده اللي كان بيتم، هو ده اللي كان بيخطط، وكان سعد الدين إبراهيم لاعب أساسي في هذا الموضوع، وكان واحد من اللي بياخد من تنظيم المجتمعات المفتوحة اللي هي بتاع جورج سورس، وكان واحد من
اللي بيمدوا ايديهم لكل المنظمات المعادية لمصر عشان يبلع فيما يسمى مركز ابن خلدون، واغلبها كانت تروح لحساباته الخاصة. وده على فكرة حال كل المتآمرين على هذا الوطن، اللي بيطلع لك يقول لك حقوق الإنسان والدفاع عن الديمقراطية والمضطهدون في كذا وفي كذا وفي كذا، وفي النهاية هو بيتمول من دول أجنبية بتبعت له فلوس. واحد عامل بحث كلام فاضي، 5 6 ورقات، 300,000 دولار، وقس على ذلك. لكن المهم أن هذه الأبحاث تؤخذ يا شعب مصر لتكون خنجرا في ظهر الوطن. النهاردة احنا حذرنا كتير، وأنا شخصيا دخلت في مشاكل كبرى مع سعد الدين إبراهيم من سنة 94 وحتى اليوم، وبنقول لهم يا دولة، يا دولة يا مصرية، حسبي الخونة والعملاء، لأن هم دول الطابور الخامس الذي يسعى ويريد ويتآمر على تفتيت الوطن. سعد الدين إبراهيم لما طلع يتكلم قال لك أنا باحث وخدت معي طلبة مصريين. إلى هذه الدرجة؟ إلى هذه الدرجة يستباح الأمن القومي بحجج وأكاذيب عديدة؟ يعني أنا كمواطن أروح وأقعد مع رجال الموساد وأتكلم في الشأن الداخلي المصري وبعدين أقول الله ما أنا باحث وراجل صحفي، ما أنا رايح أتكلم معاهم فيما هو يخص الشأن العام؟ إزاي يا جماعة؟ إزاي يا أخوانا؟ هل هذا يصح؟ طيب الأمن القومي ده معناه إيه؟ هو مش فيه أسرار الأمن القومي؟